انخفاض حاد على درجات الحرارة في المنطقة الشمالية وكتلة هوائية باردة تؤثر على المملكة. التفاصيل بعد قليل. متابعينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تأثرت أجزاء من المملكة، تحديدا منطقة حفر الباطن وأيضا أجزاء من القصيم، بأحوال جوية غير مستقرة. انتشرت كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة وهطلت زخات من الأمطار. يعود السبب في ذلك هو الاقتراب لكتلة هوائية باردة من شمال المملكة العربية السعودية، وتلتقي بكتلة هوائية دافئة أو تسيطر على عموم شبه الجزيرة العربية. نقطة التقاء هذه الكتلتين هاتين الكتلتين المختلفتين في الخصائص هي مع نشوء أحوال جوية مستقرة. سيكون هذا التأثير على منطقة حفر الباطن، أجزاء من حائل وأيضا أجزاء من القصيم يوم الجمعة. لكن يوم السبت بإذن الله تتوغل أكثر هذه الكتلة الهوائية الباردة، تنخفض درجات الحرارة بشكل أكثر في المنطقة الشمالية، وتتحرك حالة عدم استقرار الجوي جنوبا أكثر نحو أجزاء إضافية من حفر الباطن شمال المنطقة الشرقية، أجزاء من القصيم، وحتى أجزاء من شمال منطقة الرياض، على شكل تكاثر لكميات من الغيوم وهطول زخات قد تكون رعدية من الأمطار في عموم هذه المناطق، بينما تستمر الأجواء مستقرة في شمال وجنوب وغرب المملكة. يوم السبت كما ذكرنا هناك توغل واتساع في رقعة تأثير هذه الكتلة الهوائية الباردة، وبالتالي هناك انخفاض على الحرارة في المنطقة الشمالية بالإضافة لشمال شرق ووسط المملكة بما فيها العاصمة الرياض. يوم الاثنين بإذن الله تنخفض أيضا درجات الحرارة في المناطق الإضافية من المنطقة الشرقية، لكن بالمقابل تعود وترتفع تدريجيا في القسم الغربي من المملكة بسبب هبوب لتيارات جنوبية شرقية دافئة قادمة من وسط الجزيرة العربية. نذهب الآن للتوقعات الجوية للعاصمة الرياض. خلال هذه الليلة تسود أجواء مستقرة، 19 درجة مئوية كحرارة دنيا المحسوسة، 18 رطوبة منخفضة، والرياح تكون جنوبية شرقية خفيفة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض وتوقعات الجوية ثلاثة أيام القادمة. يوم السبت حالة محدودة من عدم استقرار الجوي، زخات من الأمطار، 30 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 15. يوم الأحد انخفاض على الحرارة واستقرار على الأجواء 26 إلى 13، ونفس الأجواء والحرارات متوقعة يوم الاثنين. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي المدن السعودية ليوم السبت نبدأها من المنطقة الشمالية. أجواء مستقرة ومشمسة لكن درجة الحرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. تبوك أجواء مشمسة 18 إلى 6، سكاكة 19 إلى 8، وعرعر 18 إلى 9 درجات مئوية. المنطقة الغربية المدينة منورة 26 إلى 14، جدة 29 إلى 16، مكة المكرمة 31 إلى 17، والطائف 24 إلى 14 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 19 إلى 13، أبها 23 إلى 11، وجازان 30 إلى 25 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام زخات من الأمطار 29 إلى 16، حفر الباطن أجواء مشمسة 24 إلى 12، والإحساء 32 إلى 16 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى العاصمة الرياض حالة محدودة من عدم الاستقرار، زخات محدودة من الأمطار 30 إلى 15، بريدة 23 إلى 10، وحائل 18 إلى 6 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.